هعمل يا جماعة شوية رز باللحمة المفرومة جوه القرعاية دي. هسوي القرعاية، بصوا القرعاية أنا بجيبها بفرغها تماما زي كده، بشيل البذر خلاص وبسيب لحمها، مبقطعهاش، معملش أي حاجة فيها، تمام. وبعدين بعد كده اهي قلبها، بس انا عايزه اجيب قلبها. وبعدين بعد كده بقى بحط كل المكونات اللي انا هعملها دي فيها، وهتدخل الفرن. تخيلوا بقى لما الرز واللحمه المفرومه وبالحاجات دي كلها، بالحلويات دي كلها، بتوابل مميزه جدا جدا، تدخل الفرن مع بعضها، تمام، وناكل القرع ده شارب من طعم اللحمه المفرومه والرز، والرز كمان اهي 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 قلبها اهو الجميل ده. خلاص بصوا لونها خطير ازاي من جوه. يلا بقى نقول مقاديرنا. استنوا ايه، اريح عشان طويل قوي. طيب طبعا يعني هو في النوع الطويل ده، بس طبعا في النوع صغير ده، فاحنا ممكن نعمل كذا واحده صغننه. طيب مقادير ايه بقى؟ قرع مفرغه قلبه من البذر مش شايله لحمه، بصل مفروم، ثوم مفروم، نص كيلو لحمه مفرومه، وكمان ملح وفلفل اسود، البابريكا، جوزة الطيب، وكمان قرفة، وشوية شطة، وكمان هحتاج بقدونس مفروم، شوية قرع كده هقطعهم مكعبات، ورز مصري، وكمان هحتاج ايه؟ مية، نص كوباية مية. بس كده بس كده. طبعا تقدري تضيفي بسلة. انا هنا الجزر هو مش هحط جزر لان نفس فكرة القرع خلاص يعني، فانا ممكن احط بسلة، ممكن احط فلفل الوان، زي ما انت عايزة بقى حطي فيه الرز بتاعك. ممكن تعملي بلحم مكعبات على فكرة، ممكن جدا تقطعي بقى لو عندك لحمة مش مفرومة، لحم مكعبات هتبقى حلوة قوي قوي. خلاص بصل، ثوم، قرع، لحمه مفرومه، ملح وفلفل اسود، بابريكا، جوز الطيب، قرفه، شط اسواني، بقدونس مفروم، وشويه قرع مكعبات صغننه، والرز المصري بتاعنا، والميه. هعمل ايه اول حاجه كده؟ حريصه قوي ان انا جنب القرايه دي. اول حاجه كده هروح واخده شويه زيت حلوين زي ما احنا عايزين، واروح حاطه البصل بتاعي، واحط الثوم واقلب تقليبه حلوه، بس يطلع الريحه احط لحمه مفرومه او العكس. بس عشان ايه، في كذا حد يقول يا بيبا انت ليه بتعملي اللحمه المفرومه الاول وبعدين البصل وبعدين الثوم؟ بصوا يا جماعه، انا بحب جدا اللحمه المفرومه لما تنزل من غير اي ماده دهنيه على الحلة او الطاسة او الوقت اللي انا شغالة فيها، وتكون سخنة جدا، بتديني شوية كأني بشوي لحمة، لان انا ما بحطش اي حاجة. شوية الدهون اللي بتنزل منها انا بحس ان هي احلى كتير منها، من ان انا احط فيها دهون. فانا بحب جدا احط لحمة المفرومة واقلبها كويس جدا، وبعدين احط البصل والثوم بعد ما اقلب اللحمه المفرومه، وتقريبا تبقى خلاص كلها اخذت اللون اللي هو اللون المتحول من اللون الاحمر يعني، او اللون الروز، لون اللحمه اللي هي بدات تستوي. وبعدين احط البصل والثوم واوطي. في ناس كتير قالوا لي بيبي احنا اتعودنا في بيوت اهالينا ان احنا بنحط البصل والثوم الاول وبعدين بنحط لحمه مفرومه. ده صح وده صح يعني، المدرسه دي صح جدا جدا، والمدرسه دي صح جدا. انا اهو بعمل بطريقتكم، وعادي انتوا ممكن تجربوا بطريقتي، ممكن تعجبكم يعني. يعني انا ماما بتعمل كده، وكل الناس اللي عارفه بتعمل بطريقه دي، اللي هو بصل وبعدين ثوم وبعدين تقلب، كله صح وكله بيقدم نفس النتيجه يعني. بس هي مدارس يعني، ولو انتم يعني مرتاحين فيه اعملوه. احط بعد البصل والثوم ما تقلبوا تقليبه حلوه كده اهو، بس يتبلوا، انا مش عايزه اي حاجه تانية، ريحتهم تطلع، مش عايزه لون ولا اي حاجه. انزل بقى اللحمه المفرومه بتاعتي. طبعا ممكن نعملها زي ما قلت لكم باللحم مكعبات، ممكن عايزين فراخ اوكي، بس هو القرع يحب اللحمه شويه يعني، يسكر لي كده اللحمه معايا. وطبعا عادي ممكن نعمل اللي عندنا، ممكن نعمل رز بس على فكره، مش شرط لحمه، ونحطه برضو هنا في القرعايه عندي. الفكره نفسها لذيذه،
والقرع زي ما بقول لكم دلوقتي موجود في كل الاسواق وسعره حلو جدا لان بقى فيه انتاج مصري. تعالوا بقى نتبل اللحمه بتاعتنا. تتبيله اللحمه بتاعتي هنا لذيذه ومختلفه، يعني بحط لها ايه، بحط لها جوز الطيب وقرفه وكمان بحط لها شطه اختياري طبعا يا جماعه وبابريكا. ادي إيه قرفه، انتوا عارفين اصلا انا بحب القرفه مع اللحمه المفرومه جدا، اي وصفه لحمه مفرومه هتلاقوني بحط فيها قرفه، والبابريكا كمان بحبها قوي، وجوز الطيب معايا هنا علشان النفس الحلو والطعم الحلو وتضيع اي حاجه عندي ممكن ريحتها تكون غير مقبوله. فكره ممكن احط رشه جنزبيل، يعني من بتاعه السلطه سوري الشوربه، ممكن احط رشه كمان كاري، يعني ده معناه ايه، ان انا ممكن احط حاجات انا بحبها واشيل حاجات انا ما بحبهاش يعني. احط شويه الملح بتوعي وشويه الفلفل الاسود ونقلب. ايه رايكم بقى لحد ما اللحمه المفرومه عندي هنا تبدا تدخل في سوا؟ نروح لفاصل صغير ونرجع نشوف هنعملها ازاي ونحطها ازاي في اليق طينة. استنونا. طيب انا اهو بدور لكم على ايه زي القرع من بره. انا عندي هنا اللحمه المفرومه اهي، بصوا دخلت فيه سوا ولونها بقى حلو جدا، ريحتها كمان حلوه جدا عشان التوابل اللي انا حطيتها، وزي ما بقول لكم اختياري رشه الشطه دي بس بتبقى حلوه قوي قوي في الوصفه دي، حلوه جدا. وبعدين بقى هحط ايه على اللحمه المفرومه بالتوابل دي كلها؟ القرع بتاعي المكعبات الصغننه حطيته، وكمان هحط شويه ايه بقدونس حلوين كده نكهولي الرز واللحمه المفرومه، واخيرا الايه الرز عندي هنا واقلب. طبعا انا ممكن احط على النص كيلو لحمه مفرومه اكتر من كوبايه رز، كوبايتين ثلاثه زي ما انتم عايزين، وهتجيبوا القرع الصغنن وتعملوه برده زي ما انتم عايزين اهو. تعالوا اهو، تعالوا بقى نشوف القرعايه بتاعتنا هنا، ناخد دي ولا دي؟ ناخد دي. استنى هاجي لكم من هنا عشان انا هبقى قصيره قوي ان انا اجيبها من الناحيه دي. تعالي تعالي اهو، عندي اهي القرعايه، اروح عاملاها ازاي؟ فتحيها كده، انا عايزه طبعا الايه الوش بتاعها علشان اغطيها بيه اهو، سكينتك الحاميه بقى بس كده. وافضي كل الايه البذر معايا بس كده بقى ايه بس خلاص، نكمل فتحي فيها. اهي طبعا زي ما بقول لكم احنا ممكن نجيب الصغير ونعمله، نجيب كبيره ونعملها، انا هوريكم اللي انا مدخلاها الفرن كمان اكبر من دي واستوت معايا، بس طبعا الوصفه دي في الفرن بتاخد وقت. بتاخد وقت ليه بقى؟ علشان انا عندي القرعه هنا لازم تستوي، فعشان تستوي وتطلع معايا بالرز كمان اللي هيستوي معاها فبتاخد لي وقت على حسب حجمها. خلاص قربتها انا، بس ايه عايزه مش عايزه اطلعها غير وهي مظبوطه بس كده اهي. وابدا هنا بقى ايه اطلع القلب بتاعها. بصوا بقى هجيب هنا شويه الميه اللي انا عايزاهم على الرز، احطهم فين؟ عارفين ده ايه؟ ده مكان التوابل بتاعت ايه الشوربه. هقلب كده، اخد شويه البهاريز اللي هنا
واروح حطهم هنا بس كده وهقلب اهو. وتعالوا بقى نفرغ عندنا هنا القلب اهو، بشيل البذر زي ما بقول لكم عايزينه كبير هتجيبوه كبير، لازم كل البذر يتشال علشان احط مكانه ايه، احط مكانه الرز باللحمه المفرومه. طبعا في ناس البذر ده بالنسبه لها ثروه، هم عارفين نفسهم بيعملوا ايه بقى، بيجيبوه ويروحوا غسلينه وقليينه ومحمصينه ويبقى زي اللي بيبقى بقى، دوقته قبل كده حلو قوي. وفي ناس بتاخده كمان وتبدا تحطه ويطلع ايه، مش هيطلع طبعا يقطين لان ده بيتزرع فيه ارض رمليه علشان يطلع نتيجه حلوه. افضيه كده اهو خلاص. بصوا بفضي كل عندي هنا البذر تماما، تبقى لذيذه قوي وحلوه قوي. ولو كمان جبتوه اصغر، في اصغر وفي اماكن كتير وفي مزارع كتير دلوقتي بتبيعه على طول بيبقى حجمه اصغر، لو جبتوه بقى وعارفين يقصينا لكل مواطن كده هتعجبكم قوي الفكره اهو. هروح جايبه بقى الرز عندي هنا، ريحته اصلا لوحدها كده تحفه. وتعالوا نروح جايبين اهو الرز ونروح حاطينه هنا. طبعا انا حاطه جواه كمان ايه يا جماعه، يقطين. تمام، هعمل ايه بقى في شويه الرز دول، هسويهم برضو شويه الرز دول هسويهم ولما يخرج لي هفرشه تحتها هكمل تسويته. تمام، ولما يخرج لي هفرشه تحتها، ده عشان انا فايض عندي، لكن انت لو عملتي لكل واحد واحده خلاص هتاخدي كل كميه، او لو كنت حطيتيها في الكبيره برضو هتاخدي ايه كل الكميه. تعالوا نغطي ونسوي. تعالوا بقى دي نشوف هندخلها الفرن اهي، بغطيها كده بقمرها اهي، اتغطت كويس جدا. بصوا عندي ازاي اتقمرت قوي وغطيتها تماما. ماشي، هروح عامله ايه بقى بعد القمره دي، هروح مدخلاها الفرن. بصوا قفلتها. طيب تعالوا ندخلها الفرن، وممكن علشان نكسب وقت كمان ممكن نروح عاملين ايه، حاطين القرعايه دي في ورقه زبده وفايل لو عايزين كمان نقمرها ونكسب وقت كبير. تمام، وبعدين نكشف الورق الزبده والفايل ده ونرشها او ندهنها بشويه زيت وندخلها تاني الفرن علشان ده ياخد لون وايه عارفين كده يعني كانه مشوي، هيعجبكم قوي قوي اهو. هحطه، ما بحطش اي حاجه زي ما قلت لكم، ممكن نحط عليها ورقه زبده وفايل او ممكن نسيبها كده وبرده هتستوي معانا حلوه قوي. هنشغل الفرن من تحت بس مش من تحت وفوق، على درجه حراره 180 200 لحد ما تستوي معانا. بصوا شكلها حلو قوي ازاي، واهو الرز اهو جوه وانا قفلتها بيه اهو، شايفين اهو حطيتها كويس جدا خلاص كانها مش مفتوحه. تعالوا بقى ندخلها كمان هي الفرن، بصوا عامله ازاي تحفه. وعندي هنا كمان الرز استوى، بصوا بقى جوه هي في الفرن ازاي. انا بشوف بس كده الرز بتاعي علشان هقدمها دلوقتي. الطبق الكبير اه، هي الاتنين في الفرن بتاعي اهو. ماشي، تعالوا هروح عامله ايه، حاطه فيه الرز باللحمه المفرومه اهو. طبعا اللي استوى واروح موزعاه كده
واروح مطلعه عليه عندي هنا القرعايه. يلا بينا، لسه بفضيله مكان. اهو هدخل بقى القرع لحد ما ايه اللي انا هكرمله لحد ما اقدم ده. يلا بينا. خلاص بصوا بقى، اشيلها كده هيلا بيلا. خلاص هي استوت. وايه يا نهار ابيض، احطها بسرعه. بصوا بقى الحركات دي هتعجبكم جدا. بصوا بقى ده طبعا بيتاكل هوا. بصوا بقى هي صوص بقى. بصوا بصوا عامله ازاي. ده بقى الميه بتاعتها، عشان كده انا ما كترتش ميه. هو ده طبعا هيتاكل، بس هحطه كده ايه على جنب. ونبدا نفتحها بقى كلها اهي، ونقدمها الرز ايه جواها بس كده. ونفرد بقى الرز كده ونحط ايه عليه كمان، ممكن رشة خضرة، ممكن نحط لوز، ممكن عين جمل، اللي انتوا عايزينه اهي. بس كده خلصناها، تعالوا نقدمها.